فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تشرع صلاة الاستخارة في تعليم العلم كمن يريد أن يعطي إجازة؟ يا أخي، تعليم العلم مصلحته ظاهرة، ما في أشكال، لا يحتاج إلى استخارة. كل الأمور التي مصلحتها ظاهرة ما تحتاج إلى استخارة، إنما الاستخارة في الأمور المشكلة اللي ما يدرى هل هي صحيح ولا ما هي صحيح، هل هي من مصلحتك أو ليست من مصلحتك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.